يستقبلوا استقبال رائع هنا. جيكوف ما كاينش واحد معاك ايدرين دي دود ماي. ما عنديش اي مشكله خالص ولا عندي اي خوف من المهمه. تونيك فمورغ هي كوم ليك نت اوف ايك مت اوم زون زون براتر واس ان سيزو ليك نت ماي فادر. لما قعد يتكلم مع الفريق المعاون الكابتن كلهم كان حاسس انهم زي ولاده والكابتن زيزو زي والده. ما كانش هيك وفي قوي يا جوزيف، بس هو مش فاكر اذا كان اكبر منه في سنه ولا لا. مش اصلا مش فاكر. لو حد عنده سؤال ممكن تفضل.